سندباد. شهرزاد، ما الذي جاء بك في هذا الصباح الباكر؟ جئت لأرى ماذا اصطدت اليوم. اصطدت؟ اصطادتني سهامك ووقعت في شباكك. ألا تعترف بأنك صياد ثائر؟ أمامك؟ بلى. قل لي أيها السندباد، إلى متى تظل على هذه الحال؟ ترتق الشباك فتفتقها الأسماك دون أن تقع فيها. عيشة رضيت بي فرضيت بها، وفيها خمول الهمة. يوما ما سيصبح هذا الزورق سفينة أجل بها البحار السبع. أين شهرزاد؟ لم أرها اليوم. وهل تخبرني أين تذهب؟ ليت لها هدوء أختها دنيازاد. إنهما مختلفتان. شهرزاد طلقة، تحب الحياة والناس. على أي حال أنت أمها وتستطيعين تعليمها ما تشائين. شهرزاد، لماذا تتحدثين عني ولا تتحدثين عن نفسك؟ وماذا عني أنا؟ لما لا تتزوجين أنت؟ سأفعل حين أريد. سأفعل حين أريد؟ طبعاً طبعاً، أنت ابنة وزير السلطان والشبان المسيرون يترامون على أذيالي. لا أريد هؤلاء المترامين، إنني أنفر منهم. من إذن ومتى؟ قد أنتظر إلى أن ترجع من رحلاتك السبع غنياً مسرعاً، ولكن أحرص ألا ترجع عجوزاً كهلاً. إنها لا تمكث ولا تهدأ، لقد أعجزتني. بماذا؟ أنت لا ترى منها إلا يسيراً أثناء وجودك بيننا. فأخبريني بما لا أرى أخبرك بما أرى في مجلس السلطان. فأين هذا من ذاك؟ أنتم هناك تحكمون سلطنة وهذه أمرها هين، أما أنا فأحكم ابنتين، إحداهما شهرزاد، فما تمر بي ساعة من نهار لا أكون قلقة عليها. لا داعي للقلق عليها يا فتنة، لا داعي، فما في السلطنة كلها فتاة لها عقل شهرزاد. وليس في السلطنة من لها جمالها، وفي الجمال مكمن الشرور. ألست أمها التي أورثتها هذا الجمال؟ أكان في جمالك شر وأنت في عمرها؟ بلى، شر انقلب علي إذ هويتك وتزوجتك. شهرزاد، هذه الزهرة ما زالت تحتفظ بقطرات الندى لتتفتح بين يديك. شكرا لك. شهرزاد، دعي هذه التفاحة، خذي هذه لتناسب حمرة خديك. صرت تشيح عني. ما هذا القول؟ قول أغص به، لكني ما عدت أكتمه. وما عدت تقترب مني. هموم تشغلني فأبتعد. الوصل يذهب بالهموم، لكنك لا تريد وصالي. ما بك اليوم؟ ليس اليوم، إنما هي غصة أيام وليال فاضت بي الآن. اقترب موعد المجلس،
فأذهب. يقترب كل أمر يبعدك عني، فاذهب. كان وصلي ينسيك كل أمر آخر، وصار أي أمر يبعدك عن وصلي. لا ألومك يا شهريار، لا ألومك أيها السلطان. يأست فابتعدت. يأست من ماذا؟ صرت ترى جسدي صحراء قاحلة لا نبت فيها. لا يا جولينار، جسدك روض متفتح، فيه أزهار يشم ويضم ولا ينعقد فيه ثمر. أرأيت؟ هذا هو الذي يعذبك. عجزت عن أن أعطيك ابنا، ولا يكون وصال بين رجل وامرأة إلا لهذا. لست رجلا فحسب، أنا السلطان يا جولينار، ليس لي ولد من بعدي يرث حكمي وعرشي. وهذا يعذبك؟ ألا ترى أنه يعذبني أيضا؟ أتدرين يا جولينار لماذا يطمع أخي الملك شهرمان بسلطنتي؟ لأنه لا ولد لدي، يريد أن يسلمها لأبنائه من بعدي. أعرف كل هذا. ماذا أستطيع أن أفعل؟ أنت تعلمين بأنني أحبك وأقيس على مقدار حبي لك. لا أدري ماذا أقول، لقد كبرت وكبرتي. لا تكمل، أرجوك لا تكمل. لا أطيق أن أرى زوجة غيري في فراشنا. لن أطلقك، ولا أطيق أن تكون أم ابنك وولي عهدك غيري. أفضل الموت. أمي، ما عهدتك تخرجين من حجرتك في مثل هذا الوقت. ما عدت أطيق البقاء فيها، بل ما عدت أطيق المكوث في هذا القصر كله. ماذا جرى؟ وتسأل أيها السلطان؟ إنك تسكن قصراً أشبه بالقبر، الموت في كل مكان فيه. هوني عليك وأخبريني يا أمي. ماذا أخبرك؟ والأمر كله بين يديك. أي أمر؟ إن كنت لا ترى ما أرى، فما جدوى الحديث عنه؟ إن كنت تتحدثين عن الأبناء. أجل، إنهم الحياة، إنهم حياتك يا شهريار، وفيهم بقاءك. عودي إلى غرفتك يا أمي، آتي إليك بعد مجلسي. أجل، اذهب إلى مجلسك، فما هذا وقت الحديث ولا مكانه. غريب أمرنا أيها الوزير. ما الغريب فيه يا كاتم الأسرار؟ كلانا من مجلس السلطان ورجاله، ولا نلتقي إلا على أبواب هذا القصر. أحدنا يخرج منه والآخر يدخل إليه. طريقانا دائما متعاكستان. أجل، فطريقك قهر الناس، وطريقي الرأفة بهم وإنصافهم. أليست مهمة كل منا أن يحمي السلطان والسلطنة؟ بلى. إذن لا يمكن أن نحقق هذا الأمر إلا بالشدة. إنهما متباعدان يا كاتم الأسرار. قد يلتقيا يوما. لن يلتقيا. إذن فالطريق لي أيها الوزير. أترى هذا؟ ربما ستتيقن من ذلك عندما أعود من المهمة التي كلفني بها السلطان شهريار. وأين مقصدك هذا؟ ألست كاتم أسرار السلطان؟ فلماذا تسأل؟ قد أطيل السفر أيها الوزير، وأدع لك التفكير مهيا في المسألة التي بيننا. أراك على خير أيها الوزير.
تخافون مني، ابتعدوا عني، ابتعدوه، اتركوها. نتركها إن كنت مكانها. إن ثمارك أشع من ثمارها. ابتعدوا من هنا. وينكم؟ ماذا تفعلون؟ إنها ابنة الوزير. اذهبوا. تعالي معي. إلى أين؟ سأرجع لقريتي. تعالي معي الآن، بعدها ترجعين. ما الذي دفعك إلى هذا؟ ولم يكترث غيرك لما يجري لي؟ إني لست كغيري. تعالي معي. أيها الوزير، أنت عالم بما بيننا وبين أخينا الملك شهرمان من خلاف ونفور. أجل يا مولاي. ولا نريد للهوة التي بينه وبيننا أن تتسع، بل أن تضيق وتزول. في هذا الخير لكليكما. ولأجل هذا فرض علينا ضعف الأتاوى التي كنا نؤديها له كل عام. هذا يا مولاي ظلم وجور. إنه الأخ الأكبر ومملكته هي الأقوى، الضعيف يتظلم يذعن إلى أن يقوى. فماذا تنوي أن تفعل يا مولاي؟ تبعث الجباة في أرجاء السلطنة يجبون المال، نبعث منه ما فرض علينا. يا مولاي، قد أرهق الناس مما يجبى منهم وهم في كرب وضيق، فلا نثقل عليهم. أيها الوزير، نحن لا نتفضل ونمن على أخينا الملك شهرمان، مملكته تحمي السلطنة، ودون هذا تزول السلطنة. ولكن يا مولاي، لما هذه السنة؟ فهي ليست كغيرها، ولماذا اختار الملك شهرمان مضاعفة الإتاوات فيها؟ إن يمهلنا حتى السنة القادمة. لنتدبر أمورنا بأنفسنا، ولا شأن للملك شهرمان. ابعث بالجبات ومعهم الجند، فإن تمنع الناس عن الجبات لم يتجرؤوا على الجند. شهريار سلطان صغير في سلطنة صغيرة. وإني أخوه الأكبر، ولا يخالف لي أمره، فابعث إليه أن يأتي إلينا، فإن جاء نحدثه في هذا الأمر. يا مولاي، ربما كان شهريار الأصغر وسلطنته الأضعف، لكن فيه أنفة وكبرياء. ليس أمامنا، لتكن على رعيته وليس علينا. فافعل ما أمرتك أيها الوزير. تحدثنا طوال الطريق فما عرفت اسمك. زمرد. متزوجة؟ سأتزوج عندما نبيع محصول الأرض. ما اسمه؟ قمر الزمان. قمر الزمان، اسم جميل. للناس قمر في السماء، ولك وحدك قمر الأرض. تفضل. لا أحب أن أراك متكدرا على هذه الحال. لا يوجد في مجلس السلطان إلا الكدر، فإن زال عني هنا وجدته هناك. ربما يرجع السلطان عن أمره. لا يرجع بشأن المال، ولا يملك أمره في وجه أخيه، ضعيف أمامه شديد على الرعية. أبي، سعدت بأنني رأيتك في الدار، فقد أخذك منا مجلس السلطان.
كم أتمنى أن أبقى بينكم يا ابنتي، فهذا أفضل لي مما ألقاه هناك. ألا تصحبني معك لأرى هذا السلطان الذي يخيفكم؟ فما يكون منك؟ سترى. هذه زمرد، التقيتها في السوق وصحبتها معي. أهلا بك يا ابنتي. أهلا بك. أنت وزير السلطان؟ أجل. وللسلطان جند؟ ما هذا السؤال؟ أجل، لديه جند. ألا يكون الجند لحماية الناس من التعرض للأذى؟ شهرزاد، ما الأمر يا ابنتي؟ نخبرك فيما بعد يا أبي، إلى أن ترتاح زمرد قليلا. تفضل. أيها أبناء، لا أريد سماع هذا الحديث. اهدأ يا شهريار، أترى سلطانا دون أبناء ودون وليا للعهد؟ زوجتي عاقر يا أمي، عما تتحدثين؟ فهل استسلمت لهذا؟ ماذا أفعل؟ تحكم سلطنة وتحار في هذا. إن كانت جلنار عاقرا فغيرها لسنا بعاقرات. ماذا تقصدين؟ تنجب من غيرها، من إحدى محظياتك أو جواريك وتدعي. لا يا أمي، لا، لا أنجب إلا من زوجتي. كيف إن كانت جلنار عاقرا؟ لما لا تحدثها بهذا؟ فقد تكون سعيدة بوجود وليا للعهد وبأنها سلطانة. والأخرى أم الولد؟ تبتعد بعد أن تلد. لا تقولي هذا يا جلنار، أنت ابنتي، إنك امرأة خصبة، أكاد أرى الأجنة في بطنك. أعرفك، بل أعرف أي امرأة حين أنظر إليها، إن كانت عاقرا أو منجبة. أيكون شهريار عقيما؟ السلطان لا يقر بهذا، وإن واجهته قد يقتلك. شهريار لا يتورع عن القتل، لكن لا يبلغ به الأمر أن يقتلني أنا، فماذا أفعل؟ يجب أن تنجبي له، لا خيار في هذا يا ابنتي. وإلا؟ وإلا ماذا؟ لا أدري، ربما لا يكون عقيما وأنت لست عاقرا، ولكن لا توافق بين جسدك وجسده. حيرتني. بل أريد أن أخرجك من حيرتك بأن أضمن لك السعادة، وأن تظلي زوجة السلطان وإلى جواره، وبينكما ابنك وولي عهده. كيف؟ بأن تنجبي مهما كان الأمر، حتى لو... أمي، ماذا تقولين؟ أقول أريد لابنتي أن تظل زوجة للسلطان، وأن تكون سلطانة معه، وأن يكون ابنها وليا للعهد ثم سلطانا. هذا ما أقول. أيغضبك؟ بل تزينين لي أمرا مريعا، تريدينني أن أنجب لشهريار ابنا من غيره؟ السلطان يا ابنتي يظل يحس بأن سلطانه منقوصا دون ولد، وسيحملك وزر هذا، ولا أدري ما يكون للانتقام منك. لا، وإن قبلت فسيقتلني حين يعلم به. وكيف يعلم؟ أنت لن تقولي شيئا، ولن يجرؤ أحد أن يلمح في هذا. أمه، أية أفكار هذه؟ جلنار يا ابنتي، أتعرفين ماذا تفعل ملكة النحل بالذكر في خلية النحل؟ أأقتل من أحمل منه؟ بعد أن تتيقني من أنك قد حملت منه. وشهريار يربي ولدا ليس ولده؟ سيحبه يا ابنتي، سيحبه وسيسعد معه. جئت إليك لتفرج عني، فزدتني كربا. ربما يا جولنار، ربما يا ابنتي، ولكنك ستفكرين في كل ما قلته لك. نامت ضيفتك؟ أجل، كانت متعبة. وأنت؟ ما بي أنا؟ ألا يتعبك هذا الخروج كل يوم؟
بل يمتعني. فأين كنت طوال النهار؟ ذهبت إلى السوق ثم إلى البحر ثم عدت إلى السوق، وها أنا الآن بين يديك، لم ينقص مني شيء. كفى، لا تمتعني خفتك ويقلقني طيشك هذا. يا أمي، أنا لم أعد طفلة يخشى عليها كلما تبتعد عن حضن أمي. بل أنت كذلك، ما زلت طفلة، وهذا ما يدل عليه مسلكك. فما يرضيك مني فأفعله؟ لا زلت تذهبين إلى حيث يتواجد عامة الناس. أنا أحب الناس، كل الناس، ولا أرى فيهم عامة أو خاصة. أخاف عليك يا شهرزاد، والناس لا يؤمن جانبهم. بلى، إن أمنت على نفسي من نفسي، أمنت على نفسي من غيري. فاطمئن. هل ستنامين؟ سأقرأ قليلا. لا تقولي بأنك ستقضين هذه الليلة بين تلك الكتب تقرأين ككل ليلة. أنا لم أقل، أنت التي قلت. لا أدري ما الذي يوجد في هذه الكتب. فيها الحكمة والعبرة، وفيها قصص الأولين، وفيها وفيها ما لا أستطيع أن أقوله أو أصفه. وبماذا يفيدك هذا؟ قد تفيدني يوما ما. يوما ما ستكونين زوجة. وما في ذلك؟ الزوجة للإنجاب، للأبناء، للزوج، لا للكتب. فلا أتزوج إذن. إذا بقيت على هذا الحال لن تجدي رجلا يقرب منك إلا إذا كان مجنونا مثلك. وهم كثر يا أمي. لا أعرف ما الذي يبقيني للحديث معك. النوم أفضل. سندباد، ماذا تفعل؟ أتصيد السمك في عتمة الليل؟ طوال النهار لم أصطد شيئا، لعل الأسماك كانت ترى الشباك في وضح النهار فتهرب، فقلت أصطادها في عتم الليل. أتسلي عن خيبتك بالصيد بهذا الهزء والمزاح؟ ألن تخلد للنوم أيها السندباد؟ دون صيد لا. ليس الصيد ما يبقيك ويؤرقك، وإنما غيرك. كيف حالك الآن؟ أغادر بعد حين. زمرد، ماذا لو بعثنا إلى خطيبك فلحق بك هنا؟ وماذا يفعل هنا؟ فهو مزارع لا يجيد غير رعاية الأشجار. وماذا عن الأزهار؟ ماذا تقصدين؟ أبي وزير السلطان يجعل من قمر الزمان عاملا في حدائق السلطان شهريار. وأنا ماذا أفعل هنا؟ تمكثين معنا
إن رضي قمر الزمان بهذا أرضى به فالمرأة تتبع زوجها. هذه المرة هو الذي يتبعك. قد تبعني كثيرا في حقول قريتنا حتى دميت قدماه، ولكن حين نصير زوجين فأتبعه. أمسكت بك يا أمي. أعذريني يا سيدتي وسامحي. ماذا قلت؟ قلها ثانية. سيدتي اصمتي ودعيني أكلمه. ما اسمك؟ ضياء، وهو ابن إحدى الجواري. فهو ضياء حياتها يا بدور. أجل يا سيدتي. جبات السلطان يجمعون الإيتاوات. افتح كيسك أيها الرجل وأدي حق السلطان. يا هذا، ليس في كيسي نقود، فإننا لا نبيع ولا نشتري هذه الأيام. أتي بثماري إلى السوق فتذبل وتذوي دون أن تجد شاريا، فليس مع الناس ما يشترون به. هذا ليس شأننا، تدبر أمرك وإلا جلد. أمهلون حق السلطان لا يسوف فيه ولا يؤجل. هيا أيها الرجل لا تعقنا، ولعل لسع السياط يذكرك أين تخبئ نقودك فتخرج بها. أقسم أنني لا. كل هذا للصوت، لعله يصدقك. انتظروا. هل يفي هذا بما عليك؟ إلى صانع الزجاج. شهرزاد، لا أدري ما أقول لك. لا تقل شيئا، لا تقل شيئا. شهرزاد ما بك؟ شهرزاد أين كنت؟ أين أساورك؟ دعيني يا أمي. هل خرج عليك لصوص انتزعوها منك؟ أجل، خرج علي لصوص لكنهم لم ينتزعوها، أنا أعطيتهم إياها. قولي لي يا أمي، من أين تأتيني هذه الأساور والأقراط والعقود والحلي؟ من مال أبيك، ما هذا السؤال؟ ومن أين مال أبي؟ ويحك يا شهرزاد، أبوك وزير السلطان والسلطان يجري عليه جراية. ومن أين مال السلطان؟ هل جننت؟ ما يدريني بمال السلطان. ما جننت، لكني أكاد وأنا أدري، لهذا دعيني. هذا يا مولاي ما تم جمعه هذا العام من الرعية، وهو قليل. كانت سنة عسر على الناس أيها السلطان، فهم معذورون. لا عذر في هذا أيها الوزير، إنه حق السلطان والسلطنة عليهم. من أين؟ وقد ضنت عليهم السماء وخذلتهم الأرض هذا العام. لا أدري يا ريان إن كنت هنا وزيرا في مجلسي أم عامة رعيتي. تأخذني الشفقة بهم، وليس هناك بين مجلس السلطان وبين الرعية من نفور. بهذا التهاون بحقنا يولد هذا النفور. لا يقضى حق السلطان هكذا، لن نتهاون معهم هذا العام حتى لا يتكرر هذا في العام المقبل.
دنيا زاد، ما بكي. بل ما بكي أنت، فما عدت إلى البيت من قبل كمثل عودتك اليوم. قد هدأت نفسي الآن. هذه الكتب تفعل فيك فعل السحر. أجل، إنها تسحرني. فما فيها؟ ترغبين أن تعرفي؟ فاجلسي. لما تجلسين هنا وحدك؟ لا أريد أن أثقل على غيري بما في نفسي. وما في نفسك يثقل على غيرك؟ لا أدري إن كنت قد أخطأت في بقائي هنا. أما بعثنا لقمر الزمان ليأتي إليك؟ فإن كان بك شوق. ليس الشوق، إنما الخوف. خوف؟ من ماذا؟ أمر مبهم لا أدري، لكنه يترصدني ويملأني بالهواجس. إنه الشوق، فتصبري عليه إلى أن تجتمعي بمن تهوين فيزول عنك كل هذا. ربما. هل تحبين البحر؟ أنا من بقاع جبلية ولم أجاور البحر يوما، ولا أدري إن كنت أحبه أم لا. بالطبع لا تحبين ما لا تعرفين، فتعالي معي. ما أجمل أن تضم المرأة وليدها، تتشمم رائحته الرحمية قبل أن تزول، تقبل عنقه، تتلمس جلده الناعم. سيدتي. لا عليك، أتحدث عن هذا وأتخيله، لعله يحرك خمود جسدي ويوقظ أحشائي من خمولها. يا سيدتي، ليس في جسدك خمود وليس في أحشائك خمول. لا تخادعيني يا امرأة. لست أخادع، لكني لا أمن على نفسي مما أقول. قولي يا بدور فأنا أعطيك الأمان. ويحك أيها البحار الخامل. شهرزاد، ومن هذه؟ هذه ليست حورية البحر التي تنتظر. هيا قم. إلى أين؟ نريد أنا وزمرد. زمرد إذن؟ لا شأن لك بها أو باسمها، نريد أن ندخل البحر، فهيئ لنا زورقك. هيا فورا. تفضل. تفضلي زمرد. يا سيدتي، قد مررت منذ سبيت في الحرب من يد مالك إلى يد مالك حتى انتهيت إلى هنا، ومررت بفراش رجل تلو فراش، فأنجبت لبعضهم وما أنجبت لآخرين. انظري إلي يا مولاتي، بماذا تختلف الجارية عن السلطانة؟ لست سلطانة. عندما تنجبين لمولاي السلطان ستصيرين. إنما قولي لي، بماذا تختلف الجارية عن... اعذريني يا سيدتي، لا أقصد في المنزلة والمقام، إنما بفراش الرجل. لماذا يرمون الوزر علينا وينبذوننا حين لا ننجب؟
لماذا لا يقرون أن العقم قد يكون فيهم هم؟ أنت تزينين لي أمرا يخيفني. اطرحي عنك الخوف يا مولاتي، فحين يرى مولاي السلطان الطفل بين يديه يتلمسه ويحضنه سيغفل عن كل أمر آخر، وحتى لو انكشف له الأمر فقد يداريه ولن يؤذي الطفل، وإن أبقى على الطفل فسيبقي على أمه لأنها أمه ولأن الطفل بحاجة إليها. يا سيدتي أريد أن أراك سعيدة، فأنا أرى أمومتك داخلك تلوب وتلوب، فإن لم تجد منفذا أهلكتك. كفى يا بدور، إن مولاي السلطان لن يبقى دون وارث لعرشه وولي لعهده، فإن لم تكوني أنت أمه. كفى. التجارة الرابحة يا نعمان. تمنيتها لك يا ميمون. ألا تدلني يا عم على دار الوزير الريان؟ وما شأنك بالوزير أيها الفتى؟ لي حاجة عنده. حاجة؟ أحسنت بأنك قاصد بحاجتك الوزير الريان للسلطان شهريار، فإن الوزير قاضيها لك، أما السلطان فإن حرسه سيمنعونك من دخول قصره. اذهب إلى آخر السوق حتى إذا خرجت منه فاسلك أول طريق تجده إلى يمينك، عندها اسأل أحدا غيري فيدلك. شكرا لك. فأنت قمر الزمان؟ أكانت زمرد تتحدث عني؟ ما دمت قمرا كان يجب أن يكون اسمها نجمة. لماذا؟ لأنها مثل النجمة، ولأنك قمر ونجمة الزهرة. ولماذا نجمة الزهرة؟ لأنها ملازمة للقمر، تحب القمر وتبقى قريبة منه. دنيا زهد، ألا تكفين عن الكلام؟ إنه قادم من سفر فدعي. هل ستبتعد مرة أخرى؟ لماذا تظنين ذلك؟ القمر يظهر ثم يغيب ويختفي. زمرد هي التي اختفت هذه المرة، فلم تطق غيابها فجئت وراءها. دنيا زاد، كفى. قمر الزمان؟ لا عليك أيها الشاب، سأصحبك غدا إلى القصر
لتعمل بستانيا في حديقته. فلا أعود أراه، تشغله الأزهار عني فيهواها وينساني. أزهار الأرض كلها لا تشغلني عن وردتي. عندما يستقر به الأمر تتزوجان فتلحقين به. وماذا أفعل في القصر؟ لن أكون جارية. المرأة الحرة المتزوجة لن تكون جارية. تهيأ لأصحابك غدا. سأشتاق إليه. وأنا لا أدري لما تحبسين نفسك بين هذه الجدران يا سيدتي، الدنيا حلوة خارجها. أفكر فيما قلته لي يا بدور، وما سمعته من أمي. وما سمعتي؟ يلتقي بما قلته أنت. فلا غيره يا سيدتي، فاطرحي عنك سواد أفكارك ليقبل عليك بياضها. أجل، فما أفعل إلا تلمس بطني واستصراخه، لكنه لا يأبه لي ولا يلبي، كأنه ليس مني.